وللمزيد حول الأوضاع في لبنان ينضم إلينا عبد الرحمن صلاح الدين الكاتب والصحفي اللبناني عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا بك معنا سيد صلاح الدين. أهلا بكم. أهلا بك سيد صلاح الدين، يعني ما رأيك بما يجري في لبنان ورد فعل الشارع اللبناني على ما تم الحديث عنه، عن إقامة حزب الله لتمثال أو نصب حزب الله لتمثال قاسم سليماني في الذكرى الأولى لقتله؟ يعني حزب الله يعني حسم موقفه منذ انطلاق الثورة السورية بخصوص التفافه الإقليمي الكلي مع إيران، وأنا بتقديري أن وضع تمثال هو شيء رمزي بجانب مشاركة حزب الله العملية والفعلية في سوريا في الحرب السورية، وبالتالي هو استمرار للمسار الذي اعتمده حزب الله على مستوى أدائه في المنطقة ككل وعلى مستوى أدائه في لبنان، أنه يعتبر نفسه جزء من المشروع الإيراني في المنطقة بمعزل عن الانتماءات الوطنية، بمعنى أن الانتماء الوطني هو درجة ثانية بعد الانتماء العقائدي لمنظومة سياسية وعقائدية تتمثل بمشروع ولاية الفقيه. وبالتالي حزب الله لا يخفي هذا الموضوع، وأنا أرى أن يعني موضوع تمثال سليماني هو نتيجة طبيعية لهذه السياسة وهذه العقيدة التي يعلنها حزب الله ولا ينكرها. كان هناك تحذيرات من أن ذلك قد يؤدي إلى حرب أهلية، هل ترى أن الأمر قد يذهب بهذا الاتجاه سيد صلاح الدين؟ لا، الأمور موضوع الحرب الأهلية مستبعد كليا لعدة أسباب. يعني حزب الله فعل ما هو أكثر من ذلك، يعني كما قلت وشارك في الحرب في سوريا، ولبنان نفسه يعني شهد أحداث أمنية أخطر من هذا بكثير ولم تؤدي إلى حرب أهلية. قرار حصول حرب أهلية في لبنان هو بالنهاية سيكون قرار إقليمي ودولي، عندما تقرر هذه الأطراف أن تتصارع على أرض لبنان بشكل عسكري مباشر عند ذلك من دار حرب أهلية. أما طالما لم يكن هناك فعلا قرار دولي وإقليمي اتخاذ لبنان كساحة صراع عسكرية بين هذه الأطراف، استبعد أن يكون هناك أي حرب أهلية. اليوم حزب الله هو يملك اليد العليا من الناحية العسكرية، وليس هناك من يستطيع أن يواجه حزب الله عسكريا في لبنان لكي نقول أن هناك إمكانيات إنذار حرب، لأن الحرب ينبغي أن تجري بين طرفين يمتلكان على الأقل يعني تقارب في مستوى القوة. اليوم في لبنان هناك قوة حزب الله والأطراف الأخرى لا تمتلك قوة عسكرية. سيد صلاح الدين، يعني إذا أردنا الحديث هنا عن أو الانتقال للحديث عن الوضع الصحي في لبنان، هناك ارتفاع مفاجئ لأعداد المصابين بفيروس كورونا والعناية الفائقة حقيقة امتلأت أسيرتها، ما هو السبب وراء هذا التفشي السريع وغير المسبوق حقيقة للفيروس في لبنان؟ ما حصل هو في عطلة الأعياد، يعني من عيد الميلاد إلى عطلة رأس السنة، تم فتح البلد من جديد وعادت الناس إلى الاحتفالات بمناسبة الأعياد، ولم تتخذ إجراءات حقيقية، وبالتالي فترة الأعياد أعياد رأس السنة وعيد الميلاد يعني أدت إلى انتشار كبير لهذا الفيروس، وبدأنا نشهده في هذه الأيام يعني ظهور حالات الإصابة. فبالتالي الحكومة للأسف لم تتخذ موقفا رشيدا في فترة الأعياد، كان المفترض أن تكون الإجراءات أكثر صرامة، ولكن يبدو أنها يعني هذه الحكومة خضعت لضغوط مجموعة من رجال الأعمال خاصة المستثمرين في مجال المطاعم والملاهي الليلية والمؤسسات السياحية من أجل فتح البلد في عطلة رأس السنة، على اعتبار أنه موسم سياحي سواء سياحة داخلية أو خارجية من أجل تغطية خسائرهم. لكن هذا القرار الذي يعني نعتبره قرار غير حكيم أدى إلى هذا الموضوع، إلى أرقام قياسية. نحن يعني اليوم الأرقام اليوم لم أتابعها، لكن أرقام أكثر ما كانت حوالي أكثر من 4000 إصابة، فنحن نتحدث عن 4000 ولبنان كله يعني 4 مليون، يعني نتكلم عن يوم واحد من كل 1000 لبناني هناك واحد أصيب بكورونا، هذه نسبة عالية جدا يعني وغير قليلة، هذه نسبة من المستويات العالمية طبعا إذا قسنا إلى نسبة عدد السكان في لبنان. فهذا مؤشر على أن الحكومة اللبنانية حتى اللحظة لا تزال يعني تبهرنا بتصرفات غير منطقية أبدا، بتصرفات غير حكيمة، وهي في كل مرة تؤدي إلى كارثة. ونحن حتى هذه اللحظة لم ننسى ما حصل في مرفأ بيروت وفي كوارث أخرى مشابهة وفي مشاكل اقتصادية، دائما هناك تصرف غير مسؤول من قبل الحكومات اللبنانية للأسف.
نعم، بالنسبة للمشاكل الاقتصادية يعني كما جئت عليها، هناك قرار الآن ب يعني إغلاق البلاد قد اتخذه رئيس حكومة تصريف الأعمال. السؤال هنا، ما هي التبعات الاقتصادية التي لربما ستنتج من هذا الإغلاق؟ هو الإغلاق جاء متأخرا كما أكشفنا، يعني فترة الأعياد مرت، وبالتالي الإغلاق لن ينقذ البلاد كثيرا الآن، لكن هو التبعات الاقتصادية هي قائمة. لبنان يعاني أصلا اقتصاديا. هي مشكلة كورونا أن نحن أمام خيارين، إما أن نغلق البلاد أو نخفض النشاط الاقتصادي، وبالتالي لبنان لا يحتمل الخسائر الاقتصادية، أو أننا يعني نطلق الأمور وبالتالي يعني ندخل في أزمة اقتصادية كبيرة، معضلة كبيرة جدا. لكن الإغلاق الذي كان ينبغي أن يحصل كان ينبغي أن يحصل في فترة الأعياد وليس اليوم. اليوم هذا الإغلاق ربما سيؤدي فعلا إلى ضرر اقتصادي كبير. الناس ليسوا يعني 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 فتح البلد في فترة الأعياد هو أفاد كبار المستثمرين، كبار رجال الأعمال المستثمرين في الملاهي الليلية وفي المطاعم وفي غيرها، بينما الإغلاق اليوم يضر المواطن العادي الذي يعمل لكسب يومه. وبالتالي هذا من هو جزء من هذه يعني عدم الحكمة من قبل الحكومة في التعاطي مع هذه الأمور. الموضوع الآخر أن يعني الحكومة اللبنانية طبيعة القرارات نفسها غير منطقية. يعني تخيل أن أحد القرارات هو أن تم تقسيم السيارات إلى نوعين بحسب إن كان رقم السيارة مزدوج أو مفرد، وبالتالي يسمح في بعض الأيام للسيارات ذات الرقم المزدوج للسير وفي أيام أخرى للسيارات ذات الرقم المفرد. وما علاقة السيارات بانتشار كورونا؟ يعني هل السيارات هي من تعدي بعضها في كورونا حتى نخفض زحمتها؟ الأثر هو تخفيف الزحمة في الأماكن العامة، في الصالات المغلقة، في المؤسسات الحكومية، وليس في وجود سيارات على الشارع. بالتالي أغلب القرارات المتخذة من قبل الحكومة هي قرارات غير مرتبطة فعليا بإيجاد يعني أو بإبطاء انتشار فيروس كورونا، بقدر هي للقول أننا نتخذ إجراءات، لكن هل هي إجراءات عملية تفيد حقيقة منع انتشار كورونا؟ للأسف أغلبها لا علاقة له، وهو غير موصى به أصلا على المستويات العالمية. يعني ما علاقة السيارات بانتشار كورونا؟ فأشياء شكرا غريبة جزيلا جداً. لك عبد الرحمن صلاح الدين الكاتب الصحفي اللبناني، كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول.